الأمين العام لمنظمة أوبك دعا أعضاء المنظمة وشركائها إلى الرفض الاستباقي لأي نص أو صياغة في الاتفاق النهائي لمفاوضات المناخ تستهدف الوقود الأحفوري بدلا من استهدافها لانبعاثات الغازات الدفيئة. هذا أثار تعليقات معارضة طبعا من بعض الدول من بينها إيرلندا، فرنسا وإسبانيا. نفس الوقت نسمع بأن الولايات المتحدة انسحبت من التحالف الذي يهدف إلى الإلغاء التدريجي لإعانات دعم الوقود الأحفوري. المراقبون يرون بأن مؤتمر الأطراف هذا العام مؤتمر غير مسبوق في مجال آخر، مجال الغذاء والمناخ. منذ بداية قمة كوب 28 بدبي تم التعهد بأكثر من 3 مليار دولار من تمويل المناخ للأغذية وأيضا الزراعة، ضمان طبعا حدود النظام الغذائي والتكيف بشكل أفضل مع تغير المناخ، أمر أساسي لتحقيق نجاح الأهداف الخضراء. طبعا مع تواجد المزيد من التمويل هذا سيساعد بتسريع التقنيات والاستراتيجيات اللازمة لمعركة الغذاء والمناخ. السعودية تستعد للسيطرة على أغلبية مالكة لمطار هيثرو بلندن. العديد من المساهمين يبدو بأنهم على وشك قبول عرض من كونسورتيوم تقوده المملكة. الشهر الماضي كنا سمعنا إبرام صندوق الاستثمارات العامة ومعه شركة أرديان الاستثمارية التي تستثمر فيها أيضا المملكة استحواذ أو إقرار صفقة لشراء حصة ثروفيول البالغة 25% مقابل 2.4 مليار جنيه استرليني من شركة المطار. الآن يبدو بأنه في مساهمين آخرين على وشك البيع، من المتوقع أن ينضم بعض المستثمرون إذن إلى هذه الصفقة، وتغريهم ما ينظر أو يغريهم ما ينظر إليه على أنه سعر مرتفع بشكل غير عادي تدفعه السعودية لحصصهم.